برحب بيكم مشاهدي عين على البرلمان الجولة الثانية لمتابعة آخر المستجدات والأخبار البرلمانية ونشاط النواب. في الجزء الأخير من الحلقة هيكون معايا في الفقرة الحوارية عن محافظة الغربية لمناقشة مشاكل المواطن، هيكون معايا اثنين من نواب المحافظة تحديدا عن دائرة قطور وبسيون، هسمع تجربتهم البرلمانية الحقيقة في حل مشاكل المواطنين وفي التشريع للمواطنين تحت قبة البرلمان. كمان اللي عنده مشاكل مع الأجهزة التنفيذية هنتظر مشاركات حضراتكم، وأبدأ معاكم سريعا بأهم وآخر الأخبار. مرصد الفتاوى التكفيرية والأراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أكد أنه لا يمكن لأي طيار أو تنظيم أن ينجح في تقويض دعائم الدولة والمجتمع عبر ترويج العنف واستخدامه تحت دعاوى دينية أو طائفية. ذكر المرصد في تقرير أصدره بمناسبة الذكرى الثالثة على فض الممارسات الإرهابية في ميداني رابعة والنهضة إن أحداث رابعة والنهضة وما سبقها وتلاها من أحداث تؤكد أن التضامن المجتمعي كفيل بردع كافة محاولات التيارات والتنظيمات التي ترفع شعار الإسلام السياسي دون جر المجتمع والدولة إلى مربع العنف ودواماته الطويلة. دعا المرصد إلى الضرب بيد القانون في مواجهة العناصر التكفيرية والمتطرفة التي تحاول ضرب الأمن والاستقرار في مصر. مهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء استقبل اليوم نظيره اليمني الدكتور أحمد عبيد بن ضغر الذي وصل القاهرة قادما على رأس وفد رفيع المستوى بطائرة خاصة من الرياض في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين لبحث تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة. من المقرر أن تعقد جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء المصري ونظيره اليمني تتناول تطورات الأوضاع على الساحة العربية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما يترأس رئيس الوزراء اجتماع وحدة الصين بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية والسفير الصيني بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في شتى المجالات. داليا خورشيد وزيرة الاستثمار قالت أن هناك العديد من المشروعات اللي تم تنفيذها بشكل جيد ضمن مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي زي المشروعات الخاصة بالكهرباء والإسكان، لافتة إلى أن هناك مشروعات أخرى حدث بها تغيير كمشروعات المياه كان من المفترض أن تتم عن طريق الاستثمار المباشر لكن تم الاتجاه لطرحها تحت نظام الشراكة مع القطاع الخاص. أضافت وزيرة الاستثمار أن القانون الجديد الخاص بشركات الشخص الواحد يهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، مما يؤدي إلى الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء. السيد شريف وكيل مجلس النواب قال إن قانوني الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات سيتم إرسالهم لمجلس النواب خلال العام الحالي، موضحا أن من الصعب تحديد موعد مناقشتهم سواء في دور الانعقاد الحالي أو المقبل، خاصة أن هناك عددا من مشروعات القوانين المهمة المعروضة أمام البرلمان المفترض الانتهاء من مناقشتها. أضاف الشريف أن البرلمان سيقر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات هذا العام استعدادا لإجراء انتخابات المحلية. أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب أعلن عن إحالة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لمشروع قانون بإنشاء نقابة الأثريين موقعا عليه من أكثر من 80 نائبا إلى لجنة الإعلام والثقافة والأثار. أكد أسامة هيكل أن اللجنة ستبدأ في مناقشة المشروع اعتبارا من الأسبوع بعد المقبل، مشيرا إلى أن الأثريين في مصر بيزيد عددهم عن 70,000 أثري، وأنهم طالبوا عدة مرات بأن تكون لهم نقابة كسائر المهن الأخرى، مضيفا إلى أن اللجنة ستستمع لآراء عدد كبير من الأثريين حول المشروع المحال إليها. النائبة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة قالت إن اللجنة بتعمل على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تمهيدا لعرضه للحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية بتنفيذ القانون. النائبة هبة هجرس تنضم لي على التليفون. سيادة النائبة برحب بحضرتك، وتفاصيل أكتر عن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. معلش أنا آسفة ما سمعتش. برحب بحضرتك أولا، ثانيا عايز أعرف تفاصيل عن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. الحقيقة النهاردة إحنا تقريبا خلصنا القانون، فاضل لنا يمكن كم مادة إن شاء الله بكرة ننتهي منه، وكان اغلب المواد اللي اتكلمنا عليها هو المجلس القومي والاليه بتاعه تعيين المجلس ومسؤولياته واختصاصاته. فالحقيقه كان مجهود
جامد من جميع الأعضاء علشان نبقى بنضبط دور المجلس وصلاحياته وإزاي هيساعد الأشخاص ذوي الإعاقة ويساعد الجهاز التنفيذي في تأدية عمله. طيب تشكيل المجلس هيكون مختلف عن التشكيل القديم؟ هيختلف شوية لأن رأت اللجنة أنها تزيد من عدد الوزارات داخل هذا المجلس لأهمية الوزارات المختلفة أنها تبقى قاعدة وبتشارك في القرارات اللي هيطلع بيها المجلس. وأيضا وهم هيبقوا موجودين بالفعل يا سيادة النائبة وحاضرين ولا ممثلين عنهم؟ الحقيقة سمح أن يبقى في ممثلين عنهم لأن عدد الوزارات اتحط كبير شوية لأهمية يعني واستشعار اللجنة أن في مجموعة كبيرة من الوزارات مهمة فكان لابد من فتح أن ينوب عنهم حد علشان لما نيجي نعمل تصويت نبقى قادرين ان احنا نتخذ القرارات المنوط بها ان المجلس ياخدها. تمام. بالنسبة لتقليص عدد ساعات العمل للمعاقين اتفقتوا عليها تبقى كام ساعة او يا فندم احنا بس قلنا ساعة واحدة للأشخاص ذوي الإعاقة يبقى بدري ساعة يعني بساعة. مش تقليص ساعات العمل يعني بدل ما هيشتغلوا 7 يشتغلوا 6 وذلك الحقيقة لأن هم بيبذلوا جهد كتير في المواصلات الغير مؤهلة للوصول إلى أماكن عملهم وهذا الجهد طبعا بياخد منهم شوية وقت فعشان كده طلبنا أن يبقى في ساعة فيها شوية يعني نعطي فرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى أماكن عملهم بارتياح شوية. بالنسبة للمادة المتعلقة بال 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعيينهم. أيوه. تم الاستقرار على المادة بالنسبة للرقم 5% تم التأكيد عليها كل الأجهزة الحكومية وكل الوزارات ولا أماكن؟ كل الأجهزة الحكومية والغير حكومية بيطبق عليها ال 5% دي من 75 سنة 75 فالحقيقة احنا لم نأتي بجديد في المادة دي في النسبة بس السؤال بقى المترتب على عدم تعيين ال 5% او على عدم الالتزام بتعيين ال 5% الإشكالية مش كانت زيادة النسبة الإشكالية ان احنا ازاي نسد ثغرات عدم الالتزام بهذه النسبة يعني حضرتك تقدر تتصور ببساطة شديدة ان احنا بنعين فقط 0.5% حاليا 0.5% فلو بالظبط فاحنا ال 5% ما حبيناش نزيدها لانها كافية ولكن هو التطبيق اللي شدينا عليه والغرامات زودناها علشان الناس تقدر انها فعلا تعين. طيب هل مصر تحتمل ان يكون او الشوارع المصرية يعني تحتمل ان يكون ليهم طرق خاصة ميسرة ليهم؟ مفيش طرق خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة هو الطريق اللي موجود للناس كلها ولكن لما احنا بنعمل له إتاحة في الحقيقة إتاحة هذه الطرق غير مكلفة إطلاقا ان احنا نشيل طوبة ونسيب نشيل طوبة وان احنا نعمل مكانها مزلقان يطلع منه حد عنده إعاقة سواء بعصاية سواء بكرسي متحرك والتسهيلات ان احنا الاسانسير يبقى بيقول هو طالع الدور الكام دي كلها الحقيقة تسهيلات غير مكلفة اطلاقا فاحنا مش عايزين الناس تقعد تقول ان الاتاحة مكلفة لانها مش حقيقي لم يثبت اطلاقا لاي حد عمل اتاحة مكانية عشان يستوعب احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة ان تكلف فلوس كتير بس هي الاتاحه دي ملزمه ولا الاتاحه دي ادبيه ذوقيه لا يا فندم احكامها ازاي احكام السيطره يعني عليها ازاي ما ينفعش يا فندم انها تكون ذوقيه انا مواطن بعيش في هذا البلد ومن حقي ان انا اتحرك زي اي مواطن بيتحرك في البلد لا انا فاهم الحق بس انا بتكلم في تفعيل الحق تفعيل الحق بالقانون يعني احنا ملزم. بعد كده بعد كده احنا يعني هتقدم ان شاء الله بمقترح ان قانون الاتاحه وكود البناء المصري بعد تعديله الذي يعني عرض علي من مركز الاسكان والبحوث الاسكان هذا الكود هندخله تاني مجلس الشعب
ونخليه نزيد العقوبات على من لا يطبق. تمام، هل في مواد خلافية ولا كل المواد متفقين عليها؟ لا يا فندم، في مواد كتير بنختلف فيها، ولكن حقيقة يعني بنصوت عليها وبنقر ما نراه، ولكن مهم قوي ان انا اقول للسياده ما تقرروا وهنفتح الحوار المجتمعي عشان الناس تشارك في الحوار المجتمعي في رايها. قد يكون حاجات شالتها اللجنه يرى الحوار المجتمعي ان احنا نعيدها تاني، هنقدر نعيدها تاني. ممتاز، بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائبة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة. رسالة زميلنا محمد بهاء عن كل ما يحدث تحت القبة من هناك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون الحياة، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة من جولات عين على البرلمان. متواجدين أمام مجلس النواب لمعرفة ما يدور من تفاصيل بالداخل ومن وتفاصيل الاجتماعات اللجان النوعية التي تدور داخل مجلس النواب. اليوم لا توجد جلسة عامة، وإن كانت أولى الجلسات العامة يوم 21 من أغسطس الجاري. لجنة الخطة والموازنة بتجتمع مع أعضاء لجنة التشريعية والدستورية لمناقشة أو للانتهاء من مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة. أيضا لجنة الطاقة والبيئة وهي برئاسة المهندس طلعت السويدي بتناقش طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن السلامة البيئية لمصنع سنمار، وهو مصنع متواجد في جنوب بورسعيد، ومدى تأثيره الصحي على سلامة المواطنين. أيضا لجنة التضامن الاجتماعي انتهى اجتماعها منذ قليل وكان بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انتهوا من مناقشة 43 مادة من أصل 72 مادة. حاليا معي لقاء مع الدكتور مكرم رضوان وهو عضو لجنة الصحة وأستاذ جراحات العظام بكلية الطب. برحب بك سيادة النائب. أهلا يا فندم. يعني النهاردة لجنة الصحة اجتمعت أم لم تجتمع اليوم؟ لم تجتمع اليوم. طيب خلينا نعرف آخر ما توصلت إليه من اجتماعاتها في المناقشات اجتماعات الأخيرة. لجنة الصحة ناقشت الأسبوع الماضي قانون مقدم من احد الزملاء الاستاذ فليفل، كان بيطالب فيه بان يلغى العمل بالعيادات الخاصه للاطباء ويستمروا للعمل في مستشفياتهم مع رفع المقابل لتحسين الخدمه. خلينا طيب سيادة النائب نتحدث عن بعض المحاور الهامة طبعا واللي بتدور في اجتماعات لجنة الصحة، وأولها يعني ارتفاع أسعار الدواء واللي بيشكو منه المواطنين في الفترة الحالية. يعني لجنة الصحة كيف تعاملت مع هذا الموضوع؟ الموضوع ارتفاع أسعار الدواء كان لجنة الصحة لها دور هام جدا جدا في الموضوع ده. أول يوم نزلت فيه الأسعار أنا كنت في التلفزيون في نفس اليوم، وكان بقية الزملاء في اللجنة كانوا بيتكلموا في تقريبا في كل البرامج، وطالبنا وعملنا تاني يوم على طول جلسة طارئة وطلبنا المسؤولين واتكلمنا معاهم، والحمد لله احنا توصلنا لنقاط هامة جدا، وهو ان احنا مفروض نستمر ونعالج التشوه في أسعار الدواء، لا تقليل سعر ولا زيادة سعر، علاج تشوه. لان احنا عندنا بالفعل في ادويه بتتكلف اكتر ما بتتباع بيها، والمواطن محتاجها والمستثمر او المصنع مش هيخسر، وبالتالي ده محتاج نقف معاه عشان الدواء يتوافر وينتج بصوره مستمره. وفي ادويه مبالغ فيها جدا، الدواء بيتكلف سي مثلا 20 جنيه او 30 جنيه بيتباع ب 200 جنيه و 300 جنيه. ده بسبب ان هو ممكن يكون محتكره، ممكن يكون هو صاحب الانتاج الافضل فيه، ممكن هو يقول كان الاول الماده الخام كانت غاليه جدا وكانت مكلفه جدا، لكن الوقت الحالي بدات تقل في تكلفتها، وبالتالي هو مفروض سعر الدواء يقل. هل من انا عذرا المقاطعه بس هل النقطه دي ممكن يكون ليها حل تشريعي عند حضراتكم؟ كل حاجه لها حل تشريعي، حتى لو ما فيش تشريع صريح. احنا عندنا في امريكا اللي هي الدوله الراسماليه الاولى في العالم، ما فيش اي سلعه بتزيد عن سعر تكلفتها من 20 او من 15 ل 30%، استحاله. احنا عايزين يبقى كده برضو، يبقى في ثقه، كلنا نثق في بعض. انا بكلف سلعتي 100 جنيه ببيعها ب 115 جنيه للتاجر، ببيعها ب 130 جنيه للمواطن العادي. المفروض انا مش هستغل المواطن، كل حاجه تتباع بثمنها وبس. لو قل التكلفه يقل ثمنها، لو زاد التكلفه يزيد ثمنها. ننتقل الى محور اخر وهو يعني مناقشات لمشروع قانون التامين الصحي الجديد. يعني خليني اعرف يعني اهم الملامح اللي بتدور حول هذا القانون.
أنا مقدم طلب إحاطة، لابد من اللي احنا نسرع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وأنا بحب أطلق عليه اسم جميل قوي اللي هو التضامن الصحي الشامل. هو تأمين صحي تضامني، مش تأمين صحي وبس، لأن احنا فينا عندنا في نسبة كبيرة جدا من المصريين بتعاني قلة الدخل، مش عايز أقول الفقر، في حوالي 40% من المصريين الوقت ما يقدروش يفوا بالالتزامات اللي هي المفروض تفرض عشان تطبيق نظام التطبيق التأمين الصحي. المجموعة دي احنا عايزين نقول مع بعض ان احنا هناخد نسبة من دخل كل فرد، يعني اللي دخله 10,000 جنيه ممكن يديني 1000 جنيه في السنة، اللي دخله 1000 جنيه ممكن يديني 100 جنيه. احنا مش عايزين يعني لو دخله 10,000 جنيه في الشهر ممكن اخد منه في السنة 1000 جنيه، لو دخله 1000 جنيه في الشهر ممكن اخد منه في السنة 100 جنيه. ده يساعد ده، عشان في النهاية المشكلة في الصحة ان كلنا عايزين نفس الخدمة. يعني لو في واحد عنده عملية فقير زي الغني برضه هو عايز نفس العملية وعايز نفس الرعاية وعايز نفس الدواء وعايز نفس العملية. وبالتالي احنا محتاجين ان كلنا نتعاون مع بعض في نظام التأمين الصحي بحيث انه هو يغطي الكل خدمة ممتازة وكل واحد يدفع حسب امكانياته. طيب ننتقل الى مناقشات مشروع قانون انشاء هيئة الدواء المصري، خليني اعرف يعني اخر ما توصلتم اليه من المناقشات واهمية انشاء هذه الهيئة سيادة النائب وفائدتها التي تعم علينا. احنا عملنا جلستين عشان هيئة الدواء وكلنا مصرين على انشائها واعلانها في اقرب وقت ممكن، ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء وغرفة الدواء كلهم بيشتغلوا على قلب رجل واحد في الموضوع ده، وإن شاء الله خلال أسابيع هيجي لنا القانون وهندرسه، وإذا كان لنا بعض التعديلات هنعملها، لأن ده مهم جدا 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 لتنظيم عملية الدواء في مصر إنتاجا وتوزيعا وسريعا. يعني بشكل عام خلينا نتكلم طيب في اعمال المجلس بشكل عام، عايز اسال حضرتك اهم القوانين اللي من المفترض يعني انت تخرج الى النور قبل انعقاد الدور الاول. انا في رايي الشخصي اهم قانون انا قدمت اقتراح بقانون في المجلس، وهو موضوع الجوب ديسكريبشن للعاملين بالقطاع الصحي، التوصيف الوظيفي، التوصيف الوظيفي، بحيث ان كل المواطنين في مصر يعرفوا ايه وظيفة كل واحد في القطاع الصحي. انا استشاري وظيفتي ان انا اغطي عيادتين في الاسبوع، ان انا ادخل عمليات يوم او اتنين في الاسبوع، ان انا امر على المرضى بتوعي يوم او اتنين في الاسبوع، ان انا اعمل كام بحث طبي كاخصائي كمقيم كممرضة، بحيث احنا نلتزم بالوصف الوظيفي لكل واحد. ده قطاع الصحة. اخرى لو اسال حضرتك عن قوانين اخرى باللجنة اخرى مقابل ده بالظبط في التعليم. التعليم 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 التعليم، عيب قوي ان احنا يكون عندنا مدارس فاضية، عيب قوي ان يكون عندنا نفس الطاقة الهائلة دي والكم الهائل ده من المدرسين والطالب بيسعى ان هو ياخد درس بره، عيب قوي يكون عندنا عدد الفصول ده والمباني دي وتروح تلاقي المدرسه خويه من الطلبه. برضو عايزين الجوب ديسكريبشن الوصف الوظيفي للمدرس، هو ملتزم بكام حصه بكام ساعه يشرح قد ايه، ومفروض الطالب يحضر قد ايه، واذا غاب يغيب قد ايه، واذا كان له عذر يبقى عنده عذر قد ايه. شكرا سياده النائب، كنت معنا ضيفا في هذا البرنامج. عفوا يا فندم، شكرا شاكرين على شكرا. مشاهدينا الكرام، كان هذا لقاءنا مع معالي النائب الدكتور مكرم رضوان، وهو عضو لجنه الصحه واستاذ جراحات العظام بكلية الطب. أطلعنا على ما يدور من مناقشات واجتماعات داخل لجنة الصحة. أشكركم على كرم المتابعة وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. أهلا بكم من جديد في إطار متابعتنا لمشاكل المواطنين في كل أنحاء الجمهورية. النهاردة هنتكلم عن مشاكل محافظة الغربية بالتحديد في هذه الفقرة، طبيعة علاقة كمان النواب بالمحافظ والمسؤولين التنفيذيين، إيه حكاية التأشيرات بتاعة الوزراء اللي مش بتتنفذ، الكلام اللي بسمعه طول الوقت هنا من ضيوف البرنامج من محافظات كثيرة، موجود في الغربية ولا هم أفضل حالا. النائب مشرفني في استوديو عين على البرلمان سيادة النائب خالد مصباح، برحب بحضرتك سيادة النائب. ربنا يخليك. وسيادة النائب فؤاد حسب الله، برحب بحضرتك سيادة. اهلا بيك واهلا بالسادة المشاهدين. سيادة النائب، يعني هبدا معاك كده بسؤال عام سريعا، بالنسبة لموضوع قانون التأمين الصحي على الفلاحين، ليه القانون ده لحد النهارده ما شافش النور؟
اقول لحضرتك ليه ما شافش النور؟ هناك مشكله. هذا القانون عندما صدر لم يتم الاعلان عنه وكيفيه الاعلان عنه بطريقه مبسطه للفلاحين، يعني معظم الفلاحين لحد الان ما يعرفوش ان في قانون تامين صحي. معقوله؟ ليه؟ لان تم الامر على عجاله. لان عدد المستفيدين من هذا القانون رقميا الموجودين حاليا 750 الف فلاح. فهل هذا الرقم هو يمثل ال 750 الف؟ هو ده رقم عدد الفلاحين والعمال الزراعيين في مصر؟ طبعا الارقام بالملايين. وهذا الكلام اتكلمنا فيه في لجنه الزراعه، واتكلمنا فيه مع السيد وزير الصحه على اساس ان احنا يفعل هذا القانون، لان طبعا هناك مشكله. ما تحط 120 جنيه تامين صحي للفلاح سنوي، طبعا هناك عمال زراعيين لا يملكون ال 120 جنيه سنوي. سنويا 120 جنيه سنوي. فاحنا قلنا الرقم ده لابد ان احنا ننزله، نخفضه او نعفي فيه على الاقل اللي هم العمال الزراعيين، ونقول ال 120 جنيه للي يمتلك حيازه زراعيه مثلا فدان فاكثر، اللي اقل من فدان 120 جنيه دي بتدفع كل سنه سنويا. مش كده؟ سنويا يعني نص جنيه في اليوم تقريبا يعني. لكن هناك معلش حضرتك احنا طبعا في الفلاحين وعايشين مع انا الناس كمان في الفلاحين. ممكن ما يبقاش 120 يعني، انا كمان شرقاوي من فلاحين. صعب قوي 120 سنويا دي تبقى صعبه. صعبه طبعا. في ناس فلاحين لا يمتلكوا هذا المبلغ، وخصوصا عمال الزراعيين العمال اليوميه. فاحنا طالبنا في لما جينا نوافق على هذا القانون، لما تعرض على البرلمان قلنا ان المبلغ ده مبلغ مغالى فيه 120 جنيه، وان احنا ننزل المبلغ ده للي هو اقل من فدان اللي هو العمال الزراعيين يعفى منه. ولكن احنا عايزين نقول ايه؟ ان تنشط وزاره الصحه مع وزاره الزراعه لاخذ قاعده بيانات صحيحه وبيانات سليمه لكل الفلاحين والعمال الزراعيين على ارض الواقع، عشان ينشا لهم هذا الملف ويبدا يستفيدوا من الخدمه الصحيه، لان دي خدمه مهمه جدا للفلاح عشان يلاقي في كل مكان خدمه صحيه. طيب امتى يتم تفعيل هذا الامر؟ هذا الامر طرح مع السيد وزير الصحه ومع السيد وزير الزراعه في لجنه الزراعه. فطبعا طبعا السيد وزير الصحه بيتكلم على ان هناك سيكون هناك تامين صحي شامل وسيشمل كل المصريين. كل المصريين. فبالتالي ارجاء هذا الامر. فبالتالي لكن انا بقول معلش لحين اصدار صح القانون في طور اللي هو التنفيذ وداخل المجلس، لكن احنا عايزين نفعل الخدمه الصحيه للفلاح، لان الفلاح اكتر واحد في البلد دي ظلم كتير جدا، وخصوصا من 2011. هذا الفلاح المصري اللي بيشتغل في ارضه ما قامش مره بثوره، ما عملش مره احتجاج، كل حياته وهدفه الزراعه. فده اللي باكل كل مصر. ليه انا ما اهتمش بيه؟ فانا برضو من خلال البرنامج بتاعك، وانا هذا الكلام اتكلمته مع السيد وزير الصحه والسيد وزير الزراعه، وبنطلبه تاني وان شاء الله هنطلبه في اللجان ان يفعل قانون الخدمه المدنيه الخدمه الصحيه للفلاح المصري. تمام. سياده النائب برضو عندي لحضرتك سؤال عام، ما هو متعلق بال 5% تمثيل ذوي الاعاقه في المجالس المحليه اللي احنا المفترض بنجهز كلنا علشان مصر يبقى فيها انتخابات محليات. اقدر اقول بنسبه كام في الميه ده هيتحقق على ارض الواقع في هذه الانتخابات، والى اي مدى هيكون في الزام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بالساده المشاهدين ونقول كل عام وانتم بخير. اكيد طبعا حضرتك في المحليات الفتره قانون المحليات اللي بيدرس حاليا ان نسبه 5% هي هيكون ليها نسبه زي ما كانت في القوائم بالنسبه للانتخابات مجلس النواب. واحنا شايفين الشارع لاقي قبول ده، وخصوصا نشاط الساده النواب ذوي الاحتياجات الخاصه بالبرلمان. من اللي موجودين النشاط المميز فعلا. تمام. دكتوره هبه هجرس لسه حضرتك لسه كانت معايا فعلا في المدرسة. احد زميلاتي في لجنه التضامن الاجتماعي وذوي الاعاقه. بصراحه نفسنا نعمل للناس دي حاجه، لان هم عانوا كتير، فتمثيلهم ومشاركتهم وخصوصا كمان في المحليات هيكونوا فعالين ويقدروا يلفتوا انظار الجميع ليهم ويشوفوا مشاكلهم عشان نسأل حلها ان شاء الله. يعني اللي حضرتك تقدر تقوله للناس النهارده ان في انتخابات المحليات القادمه 5% من اللي موجودين هيكونوا من ذوي الاعاقه. ان شاء الله ربنا يعين. بشكل مؤكد. إن شاء يعني هو محل تشاور لسه داخل اللجنه. محل تشاور. تشاور لسه، القانون ما عدش، قانون من الانتخابات المحليات لسه ما عدش. تمام. انما بعد يعني هو في النهايه في نسبه 5%. اكيد يا فندم. اول لما يبقى في انتخابات هيبقى في ان شاء الله 5% لكل المهتم واللي حابب ان هو يشارك ويكون ايجابي
في الأنشطة المحلية. تمام. أكيد يا فندم إن شاء الله. تمام، نروح بقى لمحافظة الغربية. في البداية عايز أعرف من حضرتك، محافظة زي محافظة الغربية فيها مشاكل موجودة في مصر كلها. تمام. موجودة في كل المحافظات، مشاكل قمامة، مشاكل صرف صحي، مشاكل صحة، مشاكل تعليم، مشاكل طرق، كثير من المشكلات. هتكلم مع حضرتك العلاقة بين النواب وبين المسؤولين التنفيذيين وعلى رأسهم المحافظ في الغربية ماشية ازاي؟ لا أنا بس برضو عايز أقول حاجة في البداية، احنا المحافظة الغربية من المحافظات اللي بتتمتع بوجود محافظ فعلا من النوعيات اللي عايز يشتغل واللي عايز يحل مشاكل، وكل الأمور واجتماعات ولقاءات دورية الانتقال، يعني هناك لقاءات أسبوعية بتتم بين النواب وبين مع السيد المحافظ والمسؤولين التنفيذيين، رؤساء المدن ووكلاء الوزارة، هيئة الصرف الصحي، مياه الشرب، كل المسؤولين بيتم لقاء أسبوعي متواصل بالتناوب، كل مركز أو كل دايرة بتاخد أسبوع، وده طبعا على بتشاور السيد المحافظ، وهو اللي قام بهذا الدور وشغال بيه مع في كل مكان، وفي كل مكان يلتقي فيه السيد المحافظ، يعني بيكون نازل أي مكان لازم يكون النواب موجودين معاه، ودي احنا حاسين بيها ان هناك تجاوب كبير جدا من السيد المحافظ مع النواب، وفي دايما في تشاور بينه وبين النواب في اي قرارات بتتاخد او اي لقاءات بتتم مع السيد رئيس الوزراء او السيد الوزراء، بيكون هناك تنسيق كامل بين السيد المحافظ وبين السيد النواب. الكلام ده احنا بنقوله على الهوا، مش بنقوله يعني رياء ولا حاجه، لا ده فعلا اللي موجود على ارض الواقع، ولابد ان نقر هذه الحقيقه. يعني هذا الرجل بيعمل ليل نهار مع النواب وفي تواصل دائم، أي مشكلة بيتواصل مع النواب مع السادة وكلاء الوزارة لحل المشكلة فورا. ممتاز. طيب موضوع أزمة صناعة الغزل والنسيج وصل لفين؟ طبعا ده مركز المحلة بالخصوص، احنا مركز قطور وبسيون، ولكن من مركز قطور بس حضراتكم غربية. تمام، محافظة غربية. انا برلمان غربية. والله حضرتك ده احنا من مركز قطور يتعدى الألف فتاة يوميا بيروحوا مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، لأنها صناعة موجودة وبلد قلعة الصناعة زي ما يقول، ولكن هي محتاجة دعم الدولة، تكاتف الدولة معاها، لأن في حقوق، في حقوق العماله، في تطوير لمصانع. ايه شكل محتاجين. ايه شكل تكاتف الدوله؟ انا الدوله النهارده، انا دي مصانع قطاع اعمال محتاجه تمويل عشان اقدر اوفر النهارده تجديد لماكينات، انا عندي ماكينات من الستينات ما فيش تطوير ولا في صيانه، ما فيش امكانيات. وجهه نظري يعني مثلا احنا عندنا مصنع غزل المحله على الاف الامتار، وفي مساحات كتيره جدا، صناعه مهمه جدا طبعا، ده اكيد صناعه مهمه وقديمه. هل اجتمعتم مع المسؤولين في المصانع والمسؤولين التنفيذيين والمحافظ ووصلتوا لمجموعة من الحلول ترفعوها بدوركم للوزراء المختصين؟ أكيد، ومهتم أكتر بالكلام ده نواب مركز المحلة ونواب المحلة الكبرى ونواب سمنود، لأن أكتر حاجة عندهم، ولما بيحصل أي مشكلة دي بتعمل عدم مشاركة من العمال واعتصامات وعزوف من العمل، فده بيسبب مشاكل، فهم أكتر في هذا المجال، ولكننا مساندين ليهم. وصراحة السيد المحافظ برضو يعني من المستمع الجيد للمشاكل دي، وكان معالي رئيس الوزراء برضو في تحدث معها في نفس المشكلة. ممتاز. وكان ما شاء الله رب العالمين في خطوات حل مشكلة الوبريات اللي هي كانت في سمنود، دي كانت حاجة مشكلة كبيرة، احنا نتمنى الكلام ده في مصنع غزل النسيج اللي هو شركة مصر غزل النسيج، ده هيحل مشاكل كتيرة. أنا وجهة نظري آلاف العاملين، آلاف العاملين وآلاف الأمطار، الأرض فاضية. أنا النهاردة لو الدولة إمكانياتها مش هتقدر تمول، مفيش مشكلة إن أنا أستقطع أرض من الأرض الفاضية إن أنا أبيعها وأصرف على تعديل الماكينات وتطويرها، وإن أعطي الموظفين دول والعمالة دي حقوقها عشان أقدر في الآخر أنجح المشروع. بالنسبة لمحافظة الغربية يمكن عندها مشكلة هي بتتميز بيها أو بتختص بيها، إن هي محافظة مالهاش ظهير صحراوي. النهوض بمشروعات التنموية لهذه المحافظة يكون إزاي من وجهة نظر حضرتك؟ يعني هي محافظة الغربية فعلا من المحافظات اللي يعني عايزين نقول سيئات الحظ، لأن طبعا مالهاش ظهير صحراوي، ودي مشكلة احنا بنعاني منها، يعني في إقامة مدارس، في إقامة مستشفيات، في إقامة مشروعات نفع عام، وعانينا منها كتير. وكانت يعني في بداية ان احنا وصلنا للبرلمان كان من أول المطالبات اللي احنا اتكلمنا عليها مع السيد رئيس الوزراء ومع السيد المحافظ ان احنا عايزين ظهير صحراوي، ومع السيد وزير الزراعة، وبدأت الاستجابة، وطلع قانون النفع العام
اللي حل جزء من المشكله وهي بناء المدارس والمستشفيات، ولان دي طبعا مشكله كبيره، انا يعني مش هلاقي تعليم ولا الاقي صحه ولا اي مكان، ما ينفعش. فقانون النفع العام حل المشكله وبدا موافقات تيجي على المدارس والمستشفيات. بالنسبه للمشروعات التنمويه، احنا طبعا تقدمنا باقتراح للسيد رئيس الوزراء ان تخصص ارض في الصحراء، مش مدينه للغربيه، لا جزء يخصص من الاراضي لابناء محافظه الغربيه، لان ابناء محافظه الغربيه هي المهنه الاساسيه لهم هي مهنه الزراعه، فعن جزء يخصص من الاراضي المستصلحه من المليون ونص او الاربع مليون مستقبلا لابناء محافظه الغربيه، وتقدمنا كنواب للغربيه بمذكره للسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس والسيد وزير الزراعه لحل هذه المشكله، ووعدونا ان شاء الله هيكون في حل في هذه المشكله عند الاستصلاح، ان يخصص جزء لابناء محافظه الغربيه. امتى تحديدا؟ ما بعد احنا عندنا مشكله الحقيقه هنا، النواب الوزراء يوعدوهم او يدوهم تاشيرات وما بتتحققش. لا ده كلام حضرتك كلام حقيقي، احنا مش هنقول حاجه. لا يمكن تكون انتوا عندكم ميزه نسبيه ولا حاجه. لا مش ميزه نسبيه اصلي. لا 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 ده كلام، واحنا قلناه في البرلمان وقلناه على الهواء، وانا قلت للسيد رئيس المجلس السيد الدكتور علي عبد العال ان هناك تاشيرات كثيره تخرج، تاشيرات سياسيه، واحنا انتهى هذا الزمن، عايزين التاشيرات تكون تاشيرات واضحه وتاشيرات صحيحه. حصلت معاك في التاشيرات؟ حصل كتير، واحنا قلنا وحذرنا الوزراء من هذا الكلام، وقلنا للرئيس المجلس الكلام ده مش هستمر طويلا. مين اكتر وزير بتاشيراته غير نافذه لارضاء النواب كده على بس على ارض الواقع مش ماشي؟ الزراعه؟ لا 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 مش الزراعه، ده الزراعه دلوقتي يعتبر لنا كغربيه مستجيب. ممتاز. يعني الزراعه لنا كغربيه يعتبر اكثر محافظه استفادت من موضوع المدارس، مشروعات النفع العام، مستشفيات ومدارس. يعني معلش بصرف النظر عن اي حاجه بقى، لكن اكثر محافظه استفادت، لان احنا طبعا محافظه ما لهاش زي الصحراوي، فاستفادت من المدارس والمستشفيات ومشروعات النفع العام بالكامل هي محافظه الغربيه. فطبعا وزير الزراعه وافق على كل الطلبات بتاعتنا. طيب استكمالا في النقطة دي، ده بعد اذن حضرتك. لا لا ده هو وزير الزراعه. بعد اذن حضرتك، موضوع مشكله زراعه الارز بالغربيه. احنا السنوات اللي فاتت المايه احنا عارفين ان في مشكله قادمه وزعلانين من الناس اللي بتخالف، بس هو دي المشكله. خد بال حضرتك، النهارده فوجئنا ان وزير الري عايز يشيل محافظه الغربيه من زراعه الرز نهائيا، فده ما ينفعش. واخد بال حضرتك، لان احنا دي زلعه اقتصاديه وما ينفعش، وخصوصا محافظه الغربيه وارضنا بتجود بده. فده تاثير جدا لو وزاره الري مع وزاره الزراعه اتفقوا على كده، ده انا اظن يعني هيبقى في مشكله كبيره. لا ان شاء الله هذا الكلام مش هيحدث، وانا في لجنه الزراعه هنناقشه، وانا ان شاء الله تقدمت ببيان عاجل، لان محافظه الغربيه من المحافظات الاساسيه في زراعه الارز هي محافظه كفر الشيخ. انا بزرع 70,000 فدان في محافظه الغربيه السنه دي، ما تقوليش احرم محافظه الغربيه من الري. يعني الوزراء بياخدوا ساعات كده قرارات بياخدوها وهم نايمين او في الضلمه، الله اعلم بياخدوها ازاي. ما لو ما تقول لي مين هو الوزير اللي تاشيراته مش ماشيه ومش نافذه الموضوع هيمشي. لا ما احنا لسه اصل الحوار دلوقتي لسه ما وصلناش، لكن الكلام ده من داخل الكواليس في اجتماع لجنه الري، ان هم بيقولوا محافظه غربيه هتحرم، ولكن طبعا النواب الغربيه بالكامل متكتفين ورافضين هذا الامر، لان الموضوع ده يخص محافظه من المحافظات القديمه جدا في زراعه الرز، والوجبه الرئيسيه او الاساسيه للفلاح المصري وخصوصا في الريف هي الرز. فما تحرمنيش من 70,000 فدان وتقول لي لا. فطبعا هذا الكلام بدايه برضو احنا بنوجهه لوزير الري ولوزير الزراعه، احنا رافضين هذا الكلام، وان شاء الله هيناقش في لجنه الزراعه ان شاء الله. ان شاء الله. كم مشروع متوقف سياده النائب من المشروعات المتوقفه مجموعها غير الغزل والنسيج؟ كف التصنيع في مجال أي. التصنيع لا احنا عندنا اكتر من 1000 مصنع في مجال الغزل والنسيج. 1000 مصنع؟ اكتر من 1000 مصنع، مدينه المحله ومركز المحله ومركز سمنوب، اكتر من 1000 مصنع. ياه. وعد رئيس الوزراء بحل المشاكل، هي اغلبها مشاكل تنسيق قروض مع البنوك وتسهيلات. طيب انا حل، انا دلوقتي المصنع توقف، سرح العماله، مش قادر يسدد، وفي الاخر المصنع اتقفل. طب ما انا اعمل له تسهيلات على سنتين على ثلاثه اكتر من اعاده جدوله. اعاده جدوله، هيتم التشغيل واحل المشكله دي. ده اللي احنا بنناشد بيه. طب والتاخر ليه من وجهه نظر حضرتك؟ قيادات، سوء اداره. هي الفلوس برضه بيروقراطيه. بيروقراطيه، بس الفلوس ديت فلوس بنوك، لكن مطلوب، واحنا برضه هذا الكلام قلناه للسيد رئيس الوزراء، تدخل رئيس الوزراء شخصيا، واحنا هو شكل لجنه لزياره الايه المحله
بخصوص هذا الامر، لكن احنا بنطلب منه السرعه، لان طبعا توقف المصانع بكثره في المحله شيء مش كويس، فلاجئ لان دي المحله هي مدينه صناعيه وقلعه الصناعه في مصر في المحله الكبرى. فنحن بنطالب السيد رئيس الوزراء باتخاذ قرارات سريعه، لان هو يقدر يتدخل مع البنك المركزي لتعديل عمل جدوله وعمل جدوله للمصانع عشان تدور العجله وتشتغل المصانع. طيب خلينا نستقبل استاذنكم مشاركات المواطنين. استاذ حسن من الغربيه، اتفضل يا استاذ حسن. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. الحمد لله، اتفضل يا فندم. ازيك وازي ضيوفك؟ الحمد لله طيبين وبخير اهو. احنا مشاكلنا، انا مقريه بلتان. تمام اتفضل. استاذ حسن اذا حضرتك سامعني، حضرتك يعني وطي صوت التلفزيون تماما وحضرتك اتفضل قول المشكله. استاذ حسن. طيب استاذ محمد من الغربيه اتفضل يا فندم. استاذ محمد. ايوه يا فندم، اهلا بيك. حضرتك وطي التلفزيون تماما وتفضل قول المشكله. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد نجم من منصور غربيه يا فندم. احنا كمان مش سامعين هنا. اتفضل يا فندم قول المشكله. ايوه يا فندم حاضر. برحب بالساده النواب، بعد اذن حضرتك برحب بالساده النواب. حاج خالد مصباح. اهلا بحضرتك. تفضل الله منورين الدنيا ان شاء الله. هو بس يا فندم بعد اذنك، بس بالنسبه لمركز الطور احنا عندنا في بعض المشاكل اللي هي بنعاني منها. بالنسبه لحضرتك اول مشكله عشان اختصار الوقت برضه. انا عندي مشكله المقابر في الطور غير ادميه، حواليها الزباله، الزباله الماء يعني مش عايز اقول لك المدينه. تمام. كلها مشكله المقابر. ايه تاني؟ قول لي ايه تاني؟ المقابر. المقابر عندي حضرتك برضه بالنسبه للمدارس، بالنسبه للتربيه والتعليم، انا ما عنديش مبنى للاداره التعليميه. ما عندناش مبنى لاداره تعليميه بتضم 33 بلد مركز. يعني ايه ما فيش مبنى؟ يعني ايه ما فيش مبنى لاداره تعليميه؟ ما فيش مبنى. المبنى اللي احنا قاعدين بايجاره قايل للسقوط حضرتك، ومعمول صلابه وانت داخل البوابه كده، صلابه حديد كده يقول لك المهندس عمل الصلابه دي ممكن تقع في اي وقت. ادي مبنى اداره تعليميه، ما عندناش مكان عاملين في الشارع من الاخر. طيب. حتى اللي بيخش الاداره بيبقى خايف المبنى يقع في اي وقت، ومع ذلك ما حدش بيدور. بعد اذنك عندي سعادتك مدرسه المؤسسه في فطور، مدرسه المؤسسه مدرسه الام، اول مدرسه في المركز. طبعا المدرسه دي لما قالت للسقوط، وطبعا بعد معاناه من الساده المسؤولين في مجلس المدينه وقرار من سنه 2000 ازاله طالع لسه من هنا بقالهاش ثلاث ايام، نزلت بقالها ثلاث ايام وبقى بسوء الارض. عندنا مبنى ملحق اللي احنا قاعدين فيه، الفصل 73 طالب. الميزه مدرسه ابتدائي حضرتك يعني اديني 73 الاستيعاب العلمي فين؟ وفين الضغط بتاع الرقابه؟ 73 ولا 93؟ 73. لا 73، 73 تلميذ في الفصل. تكدس. ايوه يا فندم، تكدس غير عادي. تمام. بالنسبه للعمليات التعليميه عندنا في قطور، ادي مدرسه واتزالت، والله اعلم هتنبني امتى بقى، ربنا معانا. ان شاء الله خير. استاذ حسن اتفضل يا استاذ حسن. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل قول لي المشكله. المشكلة عندنا في بلتاج مركز أطور، عندنا مشروع الصرف الصحي، احنا قرية أم فيها الوحدة المحلية في بلتاج، شارين الأرض اللي هي أرض محطة المعالجة ومحطة الرفع من سنة 2008. ولحد النهاردة يعني دي الصور الموجودة قرية بلتاج بالغربية. صور الصرف الصحي مش كده؟ دي صور الصرف الصحي في بلتاج، أو ده وصل ما وصلت له قرية بلتاج من الصرف الصحي. طبعا احنا شارين الأرض مجهزة من سنة 2008، وارض محطه معالجه فدانين ونص بتخدم قريه بلتاج وقريه محله مسير، وشاريين ارض محطه رفع قريه بلتاج ومحطه رفع محله مسير، وهم تبع البنك الدولي، يعني البنك الدولي اللي هينفذ المشاريع. البيروقراطيه اللي في البلد هي اللي بتعطل كل الورق ده، يعني هم بقالهم سنتين بيجيبوا موافقات الهيئات البيئه، يعني البيئه واقفه هي اللي موقفانا دلوقتي اخر موافقه. معرفش هل البيئه، هل المنظر اللي حضرتك عرضه على القناه ده يوافق البيئه، ولا البيئه تعطل لنا المشروع؟ البيئه هي اللي معطل لنا المشروع حاليا. تمام. نمره اثنين، مركز شباب بلتاج. مركز الشباب. تم اسناده منذ سنه تحت لمقاول، الى يومنا هذا لحد النهارده ما تمش اي شيء غير رفع ارضيه الملعب، ودي احنا اللي قايمين بيها بجهود ذاتيه. المقاول ما عملش اي حاجه، كل اسبوع يقول لنا جاي الاسبوع الجاي، جاي الاسبوع الجاي، جاي الاسبوع الجاي. من والله من سنه من من
من العيد الكبير لحد النهارده. يعني سنه بالظبط. يعني حضرتك عارض الصوره دلوقتي 4000 متر. الشباب بيطلع ياجر في الساحات الثانيه في الملاعب اللي بره بتاع الاهالي. مفيش اي حاجه، اي خطوات جاده. كلمنا النواب، النواب طبعا يكلموا المقاول، المقاول ما بيعملش اي شيء. يعني التعليه اللي طيب خليني اسمع ردود من الساده النواب. بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسن. استاذ عبد الحميد اتفضل. اتفضل استاذ عبد الحميد. وعليكم السلام ورحمه الله. معاك عبد الحميد الوكيل من الغربيه. اهلا وسهلا. قولي المشكله ايه؟ والله يا فندم احنا عندنا مشكله كانت تكون كبيره بس ما حدش واخد بالها. احنا عايزين المستشفى بتاعت قطور دي تبقى حاجه، يعني مستشفى مركز قطور. مستشفى قطور. اه المستشفى دي يا باشا المفروض انها تبقى مستشفى، ما لسه مركزي، المفروض انها تبقى مستشفى عام. عند الرد الادويه فيها قليله جدا، وما ساعات ابسط حاجه خالص الادويه بسيطه جدا ما بنلاقيهاش. هي يعني علاج بسيط جدا للناس ما بتلاقيهوش، مش موجود في المستشفى. الناس تطلع تشتري من بره، الناس غلابه كتير يعني. تمام، بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الحميد. استاذ رضا من الغربيه، وبعد كده استاذنكم اسمع اجابات النواب. استاذ رضا اتفضل. طيب خليني اسمع. نتكلم بقى على المشاكل اللي هم اتكلموا فيها. قطور وبسيون فيها مشكله المدارس، مفيش مبنى اداره تعليميه. مدرسه المؤسسه دي على سبيل المثال فيها 73 تلميذ في الفصل، وعند حضرتك كمان في مشكله مركز لا مش مركز الشباب ده في بلتاج. بلتاج تمام. وعند حضرتك في مشكله المستشفى عندنا فندم والمقابر تماما. تمام، نبدا بالمستشفى. تمام، مستشفى قطور المركزي اكبر مساحه مستشفى على مستوى محافظه الغربيه، ولكن الخدمات قليله جدا فيها. هي مستشفى مركزي من اول ما ربنا وفقنا احنا ثلاث نواب فردي في مركز قطور وبسيون، ومعانا نائب قايمه الاستاذ سامح حبيب. احنا الاربعه قلنا شغلنا الشاغل رقم واحد واولوياتنا الصحه، وكان هو اول شيء تحويل مستشفى قطور المركزي وبسيون المركزي لمستشفى عام. والحمد لله كانت اللجنه النهارده بالصدفه ان هي موجوده اليوم من وزاره مشكله من وزاره الصحه لمعاينه المستشفى على الطبيعه، لحصر كل ايه الحاجات اللي مطلوبه للاتمام وتحويل مستشفى قطور العام، وان شاء الله تباعا هتبدا بسيون. بخصوص برضو المستشفيات هنتكلم برضو على مستشفى بس ما فيش جداول زمنيه يا سياده النائب. هم النهارده حصروا قالوا 15 يوم ندي تقرير اللي هيعرض على معالي رئيس الوزراء ردا على المذكره اللي احنا قدمناها انا وزملائي الساده النواب بالدائره. متوقعين ومتفائلين لان دي مش اول زياره، ولكن دي اول زياره من الوزاره نفسها. تمام. المديريات ما قصروش والحمد لله كان في، احنا عارفين ان شاء الله في خطوات جاده ماشيه في هذا الموضوع. تمام. لان ده من اولوياتنا. بلتاك فيها مستشفى تكامل، قريه الشين فيها مستشفى تكامل، قريه بشواي، قريه ضماط. مستشفيات التكامل من زمان وهي كانت بتأدي خدمة كويسة. الصور اللي شفناها عن بلتاج والصرف الصحي دي صور سلبيه وسيئه جدا مش طبيعيه. اكثر الناس مضرين من المنظر السيء ده، ويعني اكتر حاجه شغله بالنا برضو لان احنا برضو من الصحه التلوث اللي بيحصل من الصرف الصحي. قريه بلتاج وقريه محله مسير وقريه اميوط وقريه يقوم علي واسمله وحوين، دي البلاد اللي لسه ما بداش فيها العمل خالص كصرف صحي كمركز قطور. وبسيون برضو فيها عده قرى تقدمنا بيها برضو الوزير السيد وزير الاسكان والسيد رئيس الشركه لمياه الشرب والصرف الصحي. وطبعا كله اخر حاجه 30/12 ان تكون مطروحه على الشركات. الاعتمادات موجوده ولكن استوفاء خرايط زي ما الاستاذ حسن قال ان الاراضي موجوده وتم اعتماد تخصيصها والامر خلصان، ولكن هو زي ما قال البيروقراطي. عندنا برضه وزاره البيئه يعني المنظر ده اكتر ولا اللي انتوا بتتكلموا فيه؟ انا النهارده محطه معالجه تبعد عن السكن 500 متر من ثلاث جوانب، في جانب واحد اللي حوالي 350 متر. مش هي دي القضيه؟ يعني ده اخطر من اللي انت بتتكلم فيه. طيب ده حضرتك بالنسبه بقى لمشكله القمامه والمقابر واللي عامله عندنا برضه دي يا راجل برضه واضح. لا بس في توضيح، هو في بس لو في حاجه في الصحه انت حابب تكملها. في توضيح في موضوع الصحه. هو طبعا كانت المشكله حته المستشفى قطور ومستشفى بسيون المركزي انها تتحول مستشفى عام. القصه كانت في عدد السكان، ولكن احنا قلنا ان عدد السكان في مركز قطور تجاوز ال 500,000، وده الاشتراط اللي هم حاطينه وزاره الصحه في انها تكون مستشفى عام. فدي خطوه احنا من بدايه
ما تولينا ان احنا البرلمان ان احنا اشتغلنا عليها واشتغلنا على مستشفيات التكامل، لان احنا كان عندنا يعني من حسن الحظ الحمد لله ومجلس الوزراء اعتمد 24 مستشفى تكامل على مستوى الجمهوريه، كان منهم ثلاثه من الغربيه والثلاثه كانوا في مركز أطور، مستشفى أطور، مستشفى الشين، ومستشفى بلتاج، ومستشفى بشوي، ودول هيتولاهم التامين الصحي، وبدات اللجان تنزل وتعمل معاينات وهيبداوا فيهم الشغل، يعني يمكن في خلال شهر ولا حاجه ان شاء الله هيبدا يتولى فيهم الامر. بالنسبه لموضوع الملاعب هناك مشكله، مركز الشباب مراكز الشباب، لا هي مش مشكله بلتاج لوحدها، هي مشكله احنا كان عندنا شركتين، واحنا كان في خدنا موافقات لملاعب كتير في مركز أطور ومركز بسيون، وبالفعل الشركه الاولانيه نفذت وخلصت وسلمت الملاعب بتاعتها، لكن الشركه الثانيه متوقفه، منها في مركز شباب بلتاج، مركز شباب الشين ده ملعب قانوني، مركز شباب كوم علي، اكتر من مركز، في سرد وبشواي، كم مركز، كل ده متوقف لان دول مسندين لشركه واحده. وطبعا كان الرد في الوزاره ان الشركه لها 90 مليون جنيه مديونيه وما اقدرش دلوقتي يبدا يشتغل، ورد المقاولين ان احنا لينا فلوس وطبعا الشركه مش عايزه تشتغل لما تاخد فلوس. فطبعا احنا تواصلنا مع السيد الوزير والمسؤولين بالوزاره فوعدونا اكتر من مره، وانا توجهت الاسبوع اللي فات عشان نقابل السيد الوزير، لكن هو موجود حاليا بره في البرازيل وهيكون لنا لقاء معاه سريع. اذا الشركه ما نفذتش يبقى هنحاول نسحب من الشركه المشروعات ديت ونسددها لشركه اخرى. برضو عودة لمشروعات الصرف الصحي، أنا متقدم ببيان عاجل للسيد وزير الإسكان ورئيس شركة المياه الشرب، لأن الفلوس للأسف الشديد إن ده مشروع أوروبي والفلوس موجودة بتاع الست قرى في أطور والقرية في بسيون. إيه اللي معطلها؟ ما هو كالعادة الرسومات الهندسية لم تنتهي. أنت من شهر 12 وبتقول لي الرسومات الهندسية لم تنتهي، أنت دلوقتي تجاوزت 8 شهور، يعني أنت عندك نماذج موجودة في كل القرى، ليه ما بتبدأش؟ الفلوس دي وديتها فين؟ مصيرها ايه؟ يعني انت ليه اصلا ما بتشغلش طالما طيب. الفلوس عندك تمام. مطلوب ان احنا وانا بيان عاجل هيناقش ان شاء الله في الاسبوع القادم. تمام، عايز اعرف مشكله المقابر هتعملوا ايه، والقمامه يعني المقابر دي ليها حرمه يعني ما ينفعش يبقى حواليها قمامه. تمام، في وحضرتك المقابر دي مشكله لان جنبها اراضي زراعيه وجنبها اهالينا الفلاحين، فبيربطوا مواشي وناس ما فيش صناديق قمامه بيبداوا يرموا حوالين المنطقه دي، وكان مجلس المدينه عمل مكان زي مكان انتظار لحين الدفن والناس تتلقي العزاء فيه، ده طبعا مهمل جدا. في مكتب استشاري فاعل خير طبعا هو اللي بيصرف على ذلك جزاه الله خير، بينزل رفع المكان كله، عمل بلان كامل للمكان، تجديد المنصه اللي هتبقى موجوده اللي هي مكان الانتظار للناس الرواد، والخطة رصف حوالين المقابر كامل. غفير هيكون موجود شهري بأجر من الفاعل الخير، مقابل ان النهاردة لو خالد هو اللي بيرمي المخلفات هيبلغ عن خالد، يعني عمل له محضر فخالد هيبطل يرمي مخلفات، وان شاء الله ينتظر حاجة كويسة. مجلس المدينة متعاون برضو ان شاء الله في خطة الرصف وفي زيادة أعمدة الإنارة فيها. طيب انا بس هستأذنكم علشان معانا برضو مشاركات كتير. دكتور سيد اتفضل يا فندم. دكتور سيد. سيد رمضان خضير. اهلا بيك يا فندم اتفضل. ربنا يعزك يا رب الله يخليك، بمتع على حضرتك شريف بيه. اهلا بحضرتك. وعلى اخواتنا الغاليين الكبار. بلاش. المستشار فؤاد حسب الله. استاذنا الغالي استاذ الغالي استاذ خالد مصباح. ربنا يخليك فندم. نورنا اللي مشرفينا في كل مكان ومنورين الدنيا دايما والله. شكرا لك يا دكتور. شكرا. طبعا احنا عارفين مجهوداتهم وعارفين المجهود اللي هم بيبذلوه بصراحه ولامسينه على ارض الواقع. وكل اللي بندعي ربنا ان هو يوفقهم يا رب في كل خطواتهم ان شاء الله. يعني في مشكله ولا ما فيش مشكله ولا كله تمام؟ في مشكله ولا كله تمام؟ يا باشا انت عارف حضرتك اللي يقول كله تمام ده يبقى النهارده ما يبقاش مصري. ايوه. اللي هيقول كله تمام النهارده ما يبقاش مصري. لا كله هيبقى تمام ان شاء الله. ان شاء الله. نعم كله هيبقى تمام ان شاء الله. بس احنا حضرتك عايزين النهارده الدور الحقيقي للبرلمان. الدور الحقيقي للنائب، الدور الحقيقي للناس بتحب مصر، والناس اللي قدام حضرتك دي ناس بتحب مصر كويس جدا. وياما الاستاذ فؤاد كان معانا في مسيرات وفي ثورات وخدنا معارك كثيره والحمد لله، وكان منورنا ومشرفنا في كل حته. استاذ خالد قيادي من الناس المعروفه ومشهود لها بالكفاءه والنزاهه. حضرتك هم عارفين زي ما الناس كلها عارفه ان احنا في مرحله صعبه. يا ريت اللي انا بتمنى منهم ان احنا ما نجيبينش مسؤول ما يشتغلش يروح. تمام.
شكرا النهارده. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا ليك يا دكتور، انت خدت وقت كتير قوي يا دكتور في الكلام، يا ريتك ابتديت من حيث انتهيت. مستشار ربيع اتفضل يا سياده المستشار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا فندم. ازيك يا معالي باشا؟ احنا بنسلم على الساده النواب المحترمين اللي هو الاستاذ حسب الله والاستاذ خالد عزت مصباح، وامتدادا لبرنامج المستشفيات والمساء الحميده اللي النواب ربنا يديهم الصحه وعدين مركز أطور وأهالي مركز أطور بيها نجرة، بس في المستشفى أطور المركزي حيث النبيها اللي هم أصحاب مرضى الفشل الكلوي واللي هم الجراحة والعناية المركزة والأطفال، لدرجة إن احنا عندنا حالة دلوقتي محجوزة في المستشفى بقى لها 20 يوم، وفي الدكتور محمد الشافعي اللي هو أستاذ جراحة العظام كل يوم والتاني يطرد الحاله دي بره، مع العلم ان الحاله دي طيب طيب استاذنك ممتاز ان شاء الله تقوم بالسلامه. بستاذنك بس سياده المستشار حضرتك سيب البيانات ما تقفلش علشان الساده النواب هيتعاملوا مع المشكله دي وان شاء الله تعدي على خير. طيب انا قدامي 3 دقايق، دقيقه ونص عند حضرتك ودقيقه ونص عند حضرتك، وانا مش مهم. لا 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 ده ليك كله. فحضرتك قول لي المشاكل، الناس مشاكلها كتيره والاتصالات طبعاً. احنا طبعا عارفين ان الغربيه مشكله كتير، واخر المشكلات برضو اللي احنا اتكلمنا عنها في وفيها بيانات عاجله موضوع القرض الصيني اللي هو ب 11 مليار يخص محافظه الغربيه ومحافظه المنوفيه. والقرض وقع في زياره اللي قام بها السيد الرئيس للصين، ولحد الان لم يفعل القرض، في حين ان واحنا طالبنا السيد وزير الاسكان بسرعه، لان ده هيحل مشاكل الصرف الصحي في محافظه الغربيه ومحافظه المنوفيه بالكامل. لان يعني دول لان احنا عندنا في مركز الرطور ومركز بسيون 3 مشروعات متوقفين في مركز بسيون ما بداوش فيهم العمل، في مركز رطور قريه حوين، قريه كوم علي، في برضه قريه سمله، دول قرى محرومه ما نزلتش في المشروعات، فهم منتظرين على القرض الصيني. فاحنا طالبنا السيد الوزير في الاستجوابات اللي فاتت الاسبوع اللي فات الاسراع في المشروع، في ان هو يتمم القرض عشان نبدا ننفذ المشروعات المتوقفه. تمام سياده النائب. سياده النائب، من سنه ونص حصلت على موافقه السيد وزير البترول على توصيل الغاز الطبيعي لمركز أطور وبسيون قبل ما نكون نواب. ده قبل ما حضرتك تبقى الحمد لله رب العالمين، ده من توفيق ربنا. حابين نفعل ده النهارده اكتر واسرع، محتاجين يا اما 3 فرص عمل عشان ناخد الارض مجانا من المتبرع، يا اما توريد المبلغ المالي اللي ما يعادل ثمن الارض عشان ننهي ونبدا في المشروع نفسه. طلب مطلب تاني، ده مطلب لابناء محافظه الغربيه، توفير 200 الف فدان من المشروع، 1.5 مليون فدان، لان نعشق الزراعه ابناء محافظه الغربيه. في برنامج الانتخابي طرحت ده، فكره الارض الصحراويه واستصلاحها وتوفير فرص عمل للشباب، ده نجحنا وخدنا 13000 فدان في محافظه المنيا، والحمد لله النهارده ارض متقسمه وبتزرع وكده. لابناء مركز أطور نتمنى لو نخصص 10 فدادين عفوا داخل مدينه ماء أطور لانشاء منطقه صناعيه. احنا عندنا الشباب قاعد، لما قلنا في ارض في الصحراء كتير راح، بس في كتير امكانيات محدوده ونفسه يشتغل، فنتمنى ان يتوافق لمركز أطور على تخصيص 10 فيادين منطقه صناعيه. كل التمنيات بالتوفيق لحضراتكم ولكل اهل محافظه الغربيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده النائب خالد مصباح، شرفتنا. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك كمان سياده النائب فؤاد حسب الله، شرفتنا. شكرا ليك. كل التمنيات للساده المشاهدين، وان شاء الله مصر بخير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وهي مصر بخير ان شاء الله، احنا عندنا الطموح بس للافضل دائما ان شاء الله. بشكركم مشاهدينا على المتابعه، تحياتي وفريق البرنامج، الى اللقاء.